ظهور رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، أول صورة رسمية تلتقط لي بعد 25 جويلية. هشام المشيشي ماهوش في تونس، في قطر. التفاصيل. اي رفيق هشام المشيشي بعد يظهر 7-8 أشهر ما نعرفوش عليه وين، والإشاعات كثرت. هشام المشيشي في حالة إيقاف، إقامة جبرية، وقع اعتداء عليه، صار اللي صار. يخرج هشام المشيشي في ندوة علمية في دولة قطر باش يفند كل هالإشاعات اللي خرجت في وقت من الأوقات انه هشام المشيشي في إقامة جبرية. التوانسة كانوا منقسمين رفيق، فما شكون يقول لك هيك هو اليوم كمل الخدمة بتاعه، عنده الحق يخدم على روحه ويعيش وين هو يحب، وحرية التنقل، وابريتو لا عنده لا قضايا ولا أشياء أخرى. وفما عباد يقول لك مشى القطر باعتبار أنه هو لاجئ سياسي اليوم في قطر وخرج من تونس لطلب اللجوء في قطر. أنا عندي فكرة أنه رجع يخدم، اللي نعرفه ما رجع يخدم في تونس. هو وقتها خرجت خاطر هو عنده عامل ديتاشمون من وزارة الداخلية رفيق، وتابع رئيس الحكومة، ولكن أنا اللي صحيح رجع لل مش نقوله البوست متاعه، ولكن رجعت معناتها الامتيازات ممكن اللي ياخذها مع تشهريته باش يعيش كموظف في الدولة بطبيعة الحال، ولكن ما لا يمارس الواحد متاعه باعتبار عدة اعتبارات سياسية واعتبارات أخرى. ولكن السيد عنده الحق بريتو في نهاية الأمر، الراجل كان رئيس حكومة ومش هو معناتها عنده الحق يشتغل وعنده الحق يخدم وعنده الحق يسافر مادام ما فيش في حقه حتى تهم ولا قضية. وبالتالي فإنه الإشاعات واللي خرجت واحد تفند هذا الكل. اليوم هشام المشيشي موجود في دولة قطر يشتغل، يقوم بمحاضرات. تعرف راهو رؤساء الحكومات عادة وقت يكمل المهمة بتاعه كرئيس حكومة يقوم بالعديد من المحاضرات في عدة بلدان. بربي بشع محاضرات على شنو المشيشي معناها سويون سيريو تو، يعمل أوباما محاضرة مع احترامنا للرجل معناها، أما مروره 10 أشهر حكم ولا قديش كان من كانت، رغم أني مانيش من الناس اللي نتجنى، نحب نحكي بطريقة براغماتية أرقام واقعية كذا. حكومة كانت فاشلة على كل المستويات تقريبا ظروف صعيبة، قل لي أوكي كونجونكتور معارضة عملت ضرب تحت الحزام وفوق الحزام، ولكن عموما باش نحكيو على رئيس حكومه اللي عنده من خليني نقول السي في اللي يسمح له باش يعمل اليوم محاضره. نتمنى له حق سعيد على كل حق سعيد في العمل نتاعه وربي يوفقه. وابريتو في نهايه الامر هي مقام مهمه على 10 شهور كانت ظروف صعيبه، ربي يوجهه خير. اليوم ما يلزمناش زاد نتجناو على العباد، معناتها اللي يخدم في منصب في الدوله يلزم ما يخرج من غادي كان ماشي يبحث ولا ما ينجم، راه واحد يقوم بالمهمه نتاعه ويشتغل ويصبح مواطن عادي كأي تونسي.